رايحين فين؟ حنينة رايحين حنينة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايين لكم بفيديو جديد ان شاء الله. كده ايه، احنا هنخرج كده عشان انا كنت معاداهم ان انا هخرجهم. والمهم بقى، اللهم صل على النبي، كده حط احلى لايك وكومنت جميل من ايديك الحلوه. والنهارده بقى عيشوا كده معانا اليوم، هنخرج كده خروجه بسيطه كده عشان انا كنت معاداهم. لما القناه تتفعل واطمن كده ان شاء الله انه خير هخرجهم وكده. اهم حاجه بقى تعالوا نشوف هنروح فين بقى. ماشي، هروح فين ونيجي منين؟ مظبطه الدنيا عشان انا بحب اجي الاقي الدنيا كده نظيفه. هقفل بقى الدنيا معاكم كده عشان الشقه ممسوحه يا اختي، وحيل اختك تعبان فيها ومهدود حيلي فيها. هقفل الشقة بقى معاكو اهو، سايبة الدنيا زي الفل زي الفل. خلي بالكم الشعب انا ميجي، احب اظبط الدنيا كده قبل ما انزل. انا كده انا كده هسيب ديت متهوية كده شوية عشان تهوي برضك الدنيا. يعني هتروح المصيف امتى وفين؟ ان شاء الله قريب ان شاء الله. وصلنا الجنينه، الجنينه يا جماعه اللي هي في امبابه اهو. سفاري بارك امبابه. فين الجنينه اسمها ايه؟ سفاري بارك امبابه. بصوا، اول ما دخلت وانا ما روحتش الجنينه اللي انا روحتها قبل كده، قلت اغير بقى. هنشوف بقى احنا هنقعد فين دلوقتي. كانوا الاول بيقولوا الجنينه اللي جنب اللي في مطار امبابه، اللي عند مطار امبابه. المطار سابها ومشي. كان زمان مطار، كان زمان. بصوا كده مش سايباني. كوكي الشمس مضايقه كده. خلاصي خلاصي يا ناس، دولت العصابه بتوعي. اهم حاجه انا شايله الشنطه اللي فيها الكوره بس، انا تعبت كده يا جدع. مش كفايه وقفت عملت لهم اكل؟ هوريكم بقى عملت لهم ايه. كوكي روح البابا اجري، كندا يلا اجري، انطلق يا كندا. كندا عندها زهق وملل زي امها. الجنينه ديت كبيره جدا جدا جدا، طب اكيد اصلا عارفينها يعني، بيزفوا فيها العرايس هنا. الشمس نسيت النضاره والله، ما بعرفش امشي في الشمس. شايفيني؟ انا مش شايفاكم. ركوا عليها بقى، عيشوا معانا اليوم. طبعا الناس اللي من هنا اصلا عارفينها يعني. انا عايزه اقول لكم يعتبر احنا جايين كده مشوار، بس والله العظيم ما خد حاجه يعني، الحمد لله. يا جماعه انا هروح اقعد فوق كده بالعقل يعني، انا هتزحلق ولا ايه؟ بصوا هنا اللعبه اهي، على فكره يعني هي فيها اكتر من مكان فيه العاب وكده، ملاهي يعني. انا هسيب كل الوش اللي ورا ده وتعالوا نخش جوه كده، هنلاقي الدنيا هاديه ان شاء الله. انا عايزه اقعد في الهدوء، حتى وانا في الجنينه عايزه اقعد في الهدوء. مفيش فايده، مفيش فايده. مش واخدين على الخروج يا جدعان والله، انا ست بيتوتيه. تعالى اوريكم المنظر اللي هناك ده، تعالى اوريكم المنظر الجميل ده. يا عبد البحر يا عبد البحر. لا يا يوسف هتتكسر، مش بتاع معاه. هو ده معالي. انا ركبت البتاع اللي هناك دي قبل كده. بصوا بقى الدنيا دي كلها تبقى عسل كده لما ايه الشمس تروح. بص المنظر، بص يا كوكي. اسكندر بتحب شكل المايه زي قوي، وهتقع هتخاف هتخاف، بتحب تتفرج من بعيد. كندا تيجي ننزل؟ لا بس فاهمة، هي فاهمة يا عبيطة. كندا تيجي ننزل؟ ننزل. تعال نشوف مكان نقعد يلا. بس
بص ما شاء الله الجنينه لسه لجوه اهي كبيره قوي ما شاء الله. تعرف بتفكرني بجنينه القناطر زمان، القناطر زمان كانت كبيره كده، بعد كده يعني قسموها بقى القناطر. اخترت اصلا اقعد فين؟ طب انتوا هتفضلوا تمشوا كتير كده؟ انتوا فين؟ هنا؟ تعالى يا زياد، تعالى يا زيزو، تعالى. معرفش كل واحد فينا في ناحية. الستاند وقع مني بالموبايل. بص الموبايل اصلا جراله ايه للشاشة. انا كل حياتي حوادث والله العظيم. عايزه اقول لك وقع على السيراميك راح مبهدل الدنيا. اه والله العظيم. ايه رايكم في القعده الحلوه ديت؟ فينكم بقى تيجي تقعدوا معايا اشربي. بص بص انا هاخد كوبايه اهو. اهي 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 خد يا كوب. شنو؟ هاتي بوز. مبسوطه؟ خلاص قول لهم حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك. ساعة وصح؟ استنى بس شوية. لا بس بعد بس كده ماما بتقولي لي طلعي بوجي. ماما عايزين نطلع بوجي. نعم عايزة ابوك. انا عايزة ابوك. عايزة تشرب. طب هاتي تاني. حط لها تاني. عايزة احط تاني. قمت الصبح بدري عملت لهم اكل عشان تشوفوا ان انا شطوره ازاي وشميله. اه والله على فكره انت من ساعه ما جيت انا ما نمتش تاني. اه والله شفت الام. الام بتتعب كتير والله. لا من غيرك ولا حاجه ولا حاجه. اسكتوا بقى عشان اخلي لكم تامر دلوقتي يحكي لكم احنا اتعرفنا على بعض ازاي. فاكر بس المباشر بقول له اقول لكم هو بيقول لي العيال ايه دلوقتي. استنى بس ناخد نفسنا بس الاول. هتاكلوا دلوقتي ولا شويه كده؟ والله ما انا نسيت. كلهم ايه؟ كنت بتقول لي عيالك ايه وقلت لهم قبل بس البث المباشر ده كان في ال كان في القناه القديمه. والله عايزين ضحك عليا الناس ضحك مش قادره اقول لكم يعني. صح؟ استنوا بس هزار هزار مش هيصدقوك اصلا اللي انت هتقوله ده. البنادين دي مالهاش ريحه خالص. تقول لي طلعي بوجي في في الفيديوهات. اخر فيديو طلع فيه والله ما جاب مشاهد. نضاره. ايه؟ بيقول لك النضاره يا السبب. خد امسح وشك. شوية مكرونة بقى ولا مرقت بطاطس وحط لكم عليها البانيه. خد يا كوم. هات الشيبس مش مهم الشيبس. يلا هاي اطلعي الكوتشي ده وتعالي اقعدي. يلا عايزين شوك ولا عايزين معالي؟ شوك شوك يريحكم. دي كبده انا سلقاها لكم بس هي خدت من البتاع ده. طب بقول لك ايه تاكلي كبده؟ تعالي بس كده انا هاكلك اسبوع. ماما عشان اعمل لك شاي. اعمل لك شاي؟ ماما ايوه. طيب ماشي. بص لما تسمع كلمه الشاي بتحب الشاي قوي. اه والله. ماما يلا لك ايه انا هتشربي؟ لا. ها؟ لا. وفرت. وانا تشربي خاطر. انا هشطفن واشرب ميه. انا قلت بس كندا شويه صغيرين عشان تسكت. طب بصي يا كندا انا هخلي لك انا طب اقفلي عشان الموبايل بس وقفي. وفي فين مش شايفين يا ابن اللذينة. زاب بيتصل بيه بيقول له اعمل لنا شاي معايا. اعمل لي شاي معايا. انا بقول له شايفنا منين؟ نصها صح كده؟ اه بص مسكها بقى لان ايه العرض مش
تحطي السكر على عشان لا عشان هتضطري عشان كنت تاخد مني انا شوية. شفتوا القعدة الحلوة دي؟ شايفيني ولا انا مش شايفة من الشمس؟ عمالة اقول الشمس هتروح. شوف بقى الشاي. استنى خليك انت بس ماسك الهدوم. اتغدينا بقى وقلنا نشرب ايه الشاي؟ هشرب الشاي معاك. ايه يا زياد؟ انا عمال اقول له شايفنا فين؟ في مراقبكم من كل مكان. طب راقبنا؟ انت بتتجسس علينا ولا ايه؟ امي اديني كم معلقه سكر؟ تطلع معلقتين ونص. سكر علينا كده انا؟ طب باين قلب دي وجه لزيت. سيب بس دي عامل لك شويه يا قمنا. ماشي شوية وانا انا متضايقة منك. مش عايزة تقعد. كندا كندا بص كندا مستنية الشاي. ده كده كويس ولا احط لك تاني؟ زياد تعالى كده كويس ولا زود لك؟ لا كده حلو قوي يا زيزو. خد يا زيزو يبرد. طب انا هسيبه فين؟ بص هيقع. طب خلاص سيبه تعالى. روحي معاهم سيبونا قاعدين في الركن البعيد الهادي. نفصل معاك في الليل. بص انا هشرب الشاي بسرعه قبل ما كده تيجي. مش عايزه اتجوز. بس ايه ده بقى يلا اديها لهنا. زياد جالك. بص بمزاجها. بص بمزاجها تقول لزياد لا وتقول له تعالى. بتقول له روح. ليه مش عاجبك؟ يا بنت المتضايقه. يا بنت المتضايقه. يا بنت الايه؟ الصغيره ديت بتحكم علينا. كوكي كندا هلعب معاك انا؟ تعالوا ناخد فكرة. هنزل انا؟ مش عارفين ايه اللي ركبناه. سموها زي ما تسموها. كندا 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 ايه اللي نزلتنا النزلة دي؟ ساعة كوكا؟ كوكا حلوة؟ انت شايفة ايه؟ حلوة؟ عادي عادي هنا. الشمس بدأت تروح بقى. الجو هيبقى جميل قوي. تعالي عادي هنا؟ اه
واحد عايز يقعد كام يوم هنا، نفضل رايحين جايين بيها في نفس هذا المكان. استنى اصور لكم بقى المنظر كده. ممنوع جوه هنا يا استاذ، ما تبقاش سبع تاني. خلاص يا كابتن، خلاص بقى نستناك. بصوا المنظر بقى، تقعد ب 15. بص الجرة حمال دي فين؟ على فكرة الجنينة هنا أجمل من التانية وأكبر يا تيم. أجمل وأكبر. مفيهاش حتى البحيرة. كنود كنت اتخضت عشان خالص. الله بص جمال، الله بلعب شوي. بس زياد احنا نمشي وزياد دي بقى روقان مع نفسه كده، مش واخد باله مننا اصلا. الجمال ده جمال. يلا يا كوكي، ايه رايك تيجي يا كندا؟ كندا دايسه بتقول لك كندا مش هتخافي؟ مش هتخافي؟ ها؟ هتخاف دي ممكن تقع. لا لا انت فاهم. بصوا زياد بيلعب كوره، زياد في اي حته عايز يلعب كوره، حتى وهو نايم عايز يلعب كوره. بس هنتفرج على زياد وهو بيلعب كوره. ايوه بقى، ايوه يا لعيب. ما يعرفش ان انا بصوره اصلا. سيبيه وديني ظهري. هو بيلعب مع اصحابه مش معاكي. بتحسب واخد الكره بتاعتها مش بتاعتك اصلا يا كن. راح فين؟ هتجيبي ايه؟ هتجيبي شيبسي؟ عايزه كام؟ عايزه كام؟ استني بس انا عايزه اسمعهم كلامك. عايزه كام؟ خدي. طب خدي، خدي 10 اهي. خدي، انا نفسي اسمعك وهي بتقول لي 10. لو قلت لها 10 تقول لي 5. طب خدي. طيب بقول لكم، مش لسه بقول لكم بيجي عرايس وكده؟ بصوا اختي عقبال الحبايب يا اختي. تامر جاب لي قهوة يا جدعان، تامر جاب لي قهوة. الله الوش زي اللي انت بتعمله يا تامر. القهوة في أي مكان توجد الوفاء. ريحتها ايه؟ ريحتها تجنني. والله شكرا يا أبو زيزو، شكرا. بص بتقول لك ايه؟ بتقول لك جابت واحدة هي وهنا. انا اسمعوا كندا بتقول ايه؟ العروسة عاملة ازاي؟ العروسة عاملة ازاي؟ كانت بتعمل ازاي العروسة؟ يا نهار ازرق، بتعيب على العروسة. دي جميلة يا كندا، ما كانتش عاملة كده، هي كانت بتتصور. مش عاجباكي؟ ليه؟ اما نشوفك بس وانت عروسة تبقى عاملة ازاي؟ كانت حاطة ايديها ازاي؟ ما هي كده بتحط ايديها كده عشان بتتصور. بتنام على ده، بتنام على ده زي النونة؟ لا دي بتتصور. كانت بتتصور ازاي؟ لا اي ام بيصوروا العرايس كده يا كندا، دي مشكلة يا بنت اللذينة. قولوا ايه؟ دخلني معاكوا. طيب اهو مشيت خالص. اهو انا اهو عو.
عاوز انا انت لاي ايوه انت انا بصوا كده احنا بقى مروحين كده، اصور لكم بردك واحنا مروحين. بصوا بالليل بقى الانوار بقى بتشتغل بالشكل عامل ازاي. احنا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10؟ الساعة 10 صح؟ وفين؟ لا لا ترمي سي خلاص بقى الحمد لله. اللي فوق ديت قاعة افراح اهي. اوكي جبت اخرك انت خلاص تعبتي صح؟ النقه اهم حاجه النقه دي. بس تركبي؟ اه يبقى بص هو بيجري هنوقفه ازاي بقى؟ يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ايه اختي جميله. يا ابو زيزو انت هتنط ولا ايه؟ الجنب كده بص المنظر هنا. بص الواد والله العظيم الواد ده خضني بحسبه بيوقع. نهارك ابيض. بص العيال بتعمل ايه؟ كندا كندا تنزلي هنا يا كندا؟ طول ما اتجننت ولا ايه؟ بهزر معاكي يا كوكي. انا بهزر معاكي.